أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله
مشكلتي كبيرة بالراحة بس. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. وهو الذي جعل لكم النجوم جعل لكم النجوم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وهو مستغفر قد فصل الآيات لقوم يفقهون.
صدق الله العظيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد بديع السماوات والأرض صدق الله العظيم. بديع السماوات والأرض ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو
وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وكذلك نصرف الآيات وليقولوا وأعرض عن المشركين لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
فأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاء وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم وما كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صغير يتبع
مثنى الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عمل وصاحب عمل به ازدجر وصاحب المال في تعب وفي تعب من افتقر أهم حيروا الأقدار أم احتار معهم القدر. آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم خريج مدرسة القرآن الكريم وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة التي ركبت تحت إدارة وإشراف السملوسي الأستاذ عبد المنصف عوض أبو خلاوة المقيم بإصلاح مارينا. حضرات السادة الأفاضل، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.